ها الدرس عايز مني ايه يعني؟ الو، ايوه ابن حلال والله، ابن حلال. بهبط مهبط من الدايت ابن حلال. انا حالا افتح النت دلوقتي هتلاقيني بتكلم عن انسحاب السكر في الدم حالا. اشرحهولك؟ لا، ما انا هشرحهولك على النت حبيبي بقى، انت اسمع النت بقى. هي كده اهو، انا مش هشرحهولك انت، انا هشرحه للناس كلها، وانت واحد من الناس، فانت يلا سلام. غريبة أوي والله. انسحاب السكر من الدم النهاردة حاجة بتحصل لكل الناس لما تيجي تبدأ دايت، إنها انسحاب السكر من الدم حاجة كده بتتسحب منك، والانسحاب دوت بيؤدي إلى أعراض. الأعراض دي بتختلف من شخص لآخر على حسب إيه يا دكتور؟ على حسب هو شرهته للسكريات قبل ما يبدأ دايت. النهاردة حلقتنا عن انسحاب السكر في الدم، يعني البلاد جلوكوز، يعني سكر، مستوى السكر في الدم بيبدأ ينخفض نتيجة حضرتك كنت شره للمياه الغازية، كنت شره للسكريات، كنت شره للحلويات، كنت شره للنشويات، كنت شره للفواكه، كنت شره للألبان، أيا كان أي حاجة من الستة اللي أنا قلتهم دول دخلوا جوه جسمك بيتحولوا إلى سكر. فالسكر لما بيرتفع بيرتفع معاه هرمون الأنسولين. لا، دلوقتي بقى السكر بيحصل له إيه؟ بيحصل له انخفاض، وطالما انخفض البلاد جلوكوز اللي هو سكر الدم ادى الى انخفاض مستوى هرمون الانسولين. هرمون الانسولين اللي كان ماشي في دمك ومرتفع في دمك كان ماسك ثلاث حاجات، ايه هما؟ صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم، وطبعا ماسك بعض المعادن اهمهم الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. لما الواحد بيبدا ينخفض منه مستوى السكر في الدم بيبدأ في البول يبدأ يخرج صوديوم وبيبدأ يخرج بوتاسيوم وبيبدأ يخرج مغنيسيوم. طب أعوضهم إزاي يا دكتور؟ التعويض ده شيء أساسي ومهم جدا، وبيختلف من الدايت لآخر طبقا لنوع النشويات. لو أنت في نظام هرم غذائي وبتاخد نشويات فأنت مش محتاج الأملاح، لأنك أنت بتاخدها منين؟ بتاخدها من الرز والعيش والمكرونة لو انت ليك كميه نشويات صغيره. طب ايه يا دكتور اللي ناقصك في نظام هرم غذائي؟ ناقصني ملح البوتاسيوم. ببدا اعوضه باستشراء ملح اسمه البوتاسيوم، ملح منخفض الصوديوم عالي البوتاسيوم. لو انت في برنامج لو كارب انت محتاج تعوض صوديوم ومحتاج تعوض بوتاسيوم، فبتبدا تاخد 5 زيتون او بتساوي نص معلقه ملح عاديه او ملح الهيمالايا، اتفقنا؟ انما لو كنت في نظام فيه نشويات فما بتاخدش املاح. طب الحاجه الثانيه تعوض ملح البوتاسيوم ايه؟ سواء في هرم غذائي او لو كارب حضرتك بتاخد مع نص معلقه ملح البوتاسيوم اللي هو ملح منخفض الصوديوم عالي البوتاسيوم. موجود فين البوتاسيوم يا دكتور؟ موجود في الورقيات الخضراء، الجرجير، الكرفس، البقدونس، الملوخيه، ليك نسبه كبيره منه في خلال اليوم. الناس اللي ما بتاكلش خضرة هم دول اللي بيعانوا من نقص البوتاسيوم. اعراض نقص البوتاسيوم هتلاقي ضربات قلب سريعة، هتلاقي زرقان وكدمات في لون الجلد، وهتلاقي عدم قابلية لاتزان الجسم، تلاقي دوخة وهبوط وتيجي تغير من مكان لمكان، تحس انك انت مش متزن. لذلك البوتاسيوم مهم جدا، ومهم جدا لنظام الهرم الغذائي ونظام اللو كارب دايتس، ومهم للكيتو باضعاف الكمية ديت. يعني لو انت محتاج نص معلقة ملح بوتاسيوم انت في الكيتو محتاج معلقه ونص ملح بوتاسيوم. محدش يقول لي اخد البوتاسيوم في صوره ادويه لان ملوش اي 30 لازمه، وبمعظمه سكريات كتير جدا. الادويه بتاعت البوتاسيوم بتبقى سكريات، فانا احصل على البوتاسيوم من الطبيعه. طب يا دكتور المغنيسيوم موجود فين؟ موجود في الخضروات. اعوض المغنيسيوم ازاي؟ اعوضه يا اما في الكاكاو الخام، خلاص، اللي هو المر، اللي هو كاربو، كربوهيدراته قليل، الكارب بتاعه قليل، اخده في جميع الانظمه. مسموح في الهرم الغذائي، مسموح في اللو كارب، مسموح في الكيتو. يبقى اذا يا جماعه عرفتوا انخفاض السكر في الدم بيحصل ايه، ممكن يحصل لك صداع، ممكن يحصل لك دوخه، ممكن يحصل لك هبوط، ده نتيجه ان السكر بينسحب. ايه هو السبب العلمي لانسحاب السكر؟ ان مستوى السكر لما انخفض انخفض معاه هرمون الانسولين. هرمون الانسولين دوت اللي كان ماسك الصوديوم وماسك البوتاسيوم وماسك المغنيسيوم، فانت لازم تعوض بدوله وتاخد كمان مكمل غذائي، وتاخد كمان حوالي من 8 الى 12 كوب ميه، لان الميه فيها معادن مهمة جدا هتدخل جسمك.
ال 12 كوب ميه ما يدخلوش مره واحده عشان ما يخرجوش مره واحده، فانت تتناول في مقدار كل ساعتين كوبايه ميه واحده كبيره كده، ايه تروي بيها عطشك وتغذي جسمك من المعادن. انسحاب السكر في الدم درجات وبيختلف من فلان لعلان لاي حد تاني على حسب درجة شرائط، وفي ناس بيبقى عندها الموضوع صعب جدا انها توقف سكريات، ممكن يغمى عليها نتيجة انسحاب السكر في الدم والالكترولايتس، ضبط المعادن ما بتبقاش مظبوطة حتى لو هو على نظام هاي كارب. يعني ايه هاي كارب؟ يعني بياخد نشويات صديقة ولكن كم النشويات اللي بياكله مش زي كم السكريات اللي كان بياكله قبل ما يبدأ دايت، فبيتعب وبيحصل له نوع من انواع الاعياء او الاغماء. طب اعوض الطاقة ازاي؟ يبقى بالخضرة رقم اتنين، لو انت بتشرب كافيين تحاول تشرب واحد يفوقك كده هوت، وممكن نشرب عصير ليمون كده هوت يعني يروقنا ويهدي الاعصاب، لان هتبقى انت عصبي جدا نتيجة انسحاب السكر في الدم. يا رب الحلقة ديت ما تقفش عندك، اول لما تجيلك تشاهرها، عشان غيرك بيسيب الدايت وبيهرب ويروح يجيب ايه، ويروح يجيب حاجة حلوة ويقعد يأكل فيها عشان يعوض نقص السكر ويرتفع هرمون الانسولين. الموضوع ده بنسميه اسمها خدعة، انا هكتبها لكم كده بالعربي، خدعة هبوط السكر في الدم. اول لما الشخص يحصل له الانسولين بيبدا يهدى، فسرعان المخ ما بيطلب حاجه ترفع هرمون الانسولين عشان تمسك له صوديوم وبوتاسيوم في جسمه، فيروح ياخد حاجه مسكره، يبدا الانسولين يعلى، يبدا الانسولين لما يعلى يمسك الصوديوم يمسك الاملاح جوه جسم الانسان، ويشعر الانسان بالاتزان، مع ان الموضوع بسيط جدا، هو ظبط المعادن والاملاح. اديك عرفت اهو الانسولين بيعمل ايه، بيبدا ياخد، تبدأ تعوض بالصوديوم، تبدأ بتعوض بالبوتاسيوم والمغنيسيوم. لو عجبتك الحلقة شير لايك سبسكرايب، والحلقة ما توقفش عندك، شايرها لغيرك عشان غيرك يستفاد. كان معكم دكتور احمد عبد الباري، اخصائي العلاج الطبيعي والسمنة.